من الصعب جدا أن تبقى مستو على عرش كرة القدم الجزائرية، وقد اعتزلت اللعب منذ قرابة نصف قرن من الزمن رغم مرور آلاف اللاعبين على الملاعب الجزائرية، وهو ما حدث مع الفقيد أحسن الماس صاحب المهارات العالية على رقعة اللعب والشخصية الفذة خارجها. سنحاول في هذا الوثائقي تسليط الضوء على أحسن الماس اللاعب ومسيرته المظفرة والشخص ومواقفه الرجولية رحمة الله عليه. تابعوا معنا هذا الوثائقي عن أحسن الألماس. أحسن الماس أسطورة من أساطير كرة القدم الجزائرية التي صالت وجلت عبر مختلف ملاعب الوطن. الفقيد من مواليد 12 مارس من عام 1943 ببئر مراد رايس، وبالضبط في حرق الدور بالجزائر العاصمة، وتعود أصوله إلى منطقة القبائل وإلى أزفون بالضبط. تحكم التاريخ تاعو ضرب في جوجل كان يخرج قال ميم الدرك يقول لك الالماس زاد في المواد مارس 43 في تيقسراين، وهي حقيقه ما زادش في تيقسراين، زاد في بيرموندرايس اون فاس ستاد تاع بيرموندرايس. هذاك البلاصه هذيك يقولوا لها حرق الدور. انا ميم جنويه، وهو زايد في مارس وانا زايد في ديسمبر. انا في كلكو ماتش هكذا كونسوم قبل ما يبدا الشامبيونا تاع لا ليغ الجزائريه. انا جاء لو فات دو باغلي دو لالماس و ريفيي اون نو دي سوفينير، يعني عاود تحيتونا في الدام تاعنا على حسن نذكره يا سي بيان تذكير طون زون طون عليه، باسكو هذا انسان اون بو با ميزوري لا ديمونسيون كي لامني او فوتبول، ما عنديش نقيمها فهمت. دونك اوتوماتيكمون حنا الاولين اللي نعرفو من بعد الكبار هذوما أبداً يتمنى. C'est pour ça c'est eux qui véhiculent maintenant la dimension de l'Almas. C'est vrai l'Almas joueur, l'Almas joueur. أبعدها ما هو يبعد من عندهم بشر. تربى كما إحنا تربينا كامل في في الميديرية ما وفي في وقت التورا في وقت تربينا كامل. حسن الماس ما لازمش ماشي كتاب اللي لازم له، لازم له كتابات، لازم له يديروا في الجامعات يديروا دي سيونس هكذا على جالو. باسكو إل ميريت سا، إل ميريت أن تيمونياج فيفون، فهمتني؟ أنا شو هذا نهضر هذاك جي دي فريسون والله كيما نقولوا بالعاميه عن لحميت شوك، علاش؟ باسكو سي كالكان كو أون دوا بارلي أو كوتيديان. Il le mérite. Moi, Hassan Lalmas, moi je suis venu au football parce que Hassan Lalmas. En 63, le CRB, j'étais tout petit. Un reportage fait l'IDA à l'époque, un match CRB, je suis devenu CRB au point que l'équipe Tanata Al-Houma, le Farik Tanata Al-Karti, le village, se mina CRB. Voilà, le quartier se mouera cité Bourisha, se mina CRB. C'est un peu plus sourd, il est au plateau. إيه دونك بور موا لو برومي رابور يعني على الاقل الاولى مع الفوتبول ولي زيدول سي حسن الماس. بدا الالماس مسيرته الكرويه في نادي الحضره ضمن فئه الاصاغر قبل ان يتوقف عن اللعب بعد نداء جبهه التحرير الوطني بعدم لعب المنافسات الرسمية تحت وطأة المستعمر الفرنسي بداية من عام 1956، لكنه لم يتوقف عن لعب مباريات ما بين الأحياء مع فريقه لا كولون فاغول، والذي كان يحظى بسمعة طيبة في العاصمة وكان يتنقل للعب حتى خارجها. جت لاني 56 مارس 56 لفلان كان طلب من النوادي المسلمه
واللاعبين المسلمين كانوا فرنسا ما تستعرفش باللي دي زالجيريا سي دي ديبارتمون فرونسي. الالماس حبس البالون كيما لي جون اللي كانوا معاه وعاود لا روبري البالون اون طونك جوار تاع كلوب ستركتوري في استقلال معناتها لعب مينيم ولعب سينيور لا بيريود تاع كادي جونيور جوزها في لي ماتش انتر كارتي كان عنده يلعب مع دوز ايكيب الاولى ليكيب تاع لا كورون فورون هما يقولوا تاع حيدره كانوا دي جوار تما لعب معاه مثال نقولوا عمر سي شايب كان كنت انا كان رزقان كان بالعابد كان عندنا واحد اللاعب ثاني هذاك الحق في الحق كان واحد انترناسيونال ميليتير مشلف بالقايم اريار سنترال يلعب مع كوتوي زيتوني كي كان في ليكيب فعلا كانت عندنا كيب طايره تلاقينا تما مع الالماس لا فامي عليق كان عندهم دو فرير عليق ماشي سعيد لا سعيد كان صغير رزقان معنا وكان اون الهادي وكان عندنا جول اوشان جول تاع ليكيب ناسيونال كنا ديبلاسيو يعرضونا مي كان سيرتو لغرون طالجي لا زون اوتونوم اللي تحكم فيها لا زون اوتونوم فور اسيوري لا سيكوري بعد قلت هادو ما ساهلين هادو الناس يعرفوا هاد الاشياء الا ما يعرفوهاش توتالمون يعرفوها اون غروند بارتي قلت لهم هاد الشيء هذا نديرو نمسح لو كومبليمون كومبليمون اللي نجيبو كي صرا امبورطون نروح نحوس على الالماس لا بارتي كي كونسيرن الالماس قبل ما جاي يلعب في السي ار بي باسكو كي جا في السي ار بي كي راك دخلت من طريق صغيره دخلت لوطوروت لوطوروت باينه كانوا فارل لعبنا مع ليسما جاو ليسما لهنايا كي خيروا التيران يجيبوا سيرفيس سيكيورتي تاع الفدائيين يعس علينا يجيها كورنر انا شايف يجي هكذا كورنر لهادي اون هو اللي تيراه والله العظيم غير راني شايف لليوم هكذا مازال راني نشوف الماتش هكذا كان الجول العقبي طلع واحد متر وشويه هكذا كومبليتوم هكذا كل سيزو يجيب البالون في ليكار اسمه كلا وروح ذاك الوقت اسمه شكون يربحها يبقى حنا ربحناها قرصوا بيت على حسن الله المصلى الله يرحمه حسن الماس لفت إليه الأنظار خلال مباريات ما بين الأحياء مع فريقه لا كولون فاغول وهو في سن يافعة وانتظر الجميع أن يمضي في نادي حيدرة لكنه خالف التوقعات وانتقل إلى نادي أولمبي العناصر علالو ملزي هذا علالو ملزي في التاريخ تاعهما يقولوا بلي ما راحش عند الماس وصاوه باش يلونشارجي هو يتصل به باش يوجد الدوسي تاعو يجيبو ما راحش عنده الالماس الله يرحمه يقول بلي انا سنيت الجماعه تاع حيدره ونسمع بلي راحوا عند هذاك جابوا هذا وجابوا هذا وما جاوش عنده هذيك هي لوكازيون اللي طاحت عند الجماعه تاع رويسو تاع لوامير لوامير كانوا شافوه علاه كي كانوا يلعبوا لي زانتر كارتي لوامير كانت عندهم من بليكيب هو حسن عاشور الله يرحمه رحت شفته وقلت له حسن كيفاش باش الالماس جا لوامير قال لي انا هضرت مع الجماعه تاع لوامير كي بداو يديروا يوجدوا روحهم قال لهم يفوك نجيبوا الالماس هذا كيلعب معنا ستان كرون جوار يدير حوايج كبار كان يخدم كيسكنوا هنا في القبه هو 58 دارهم رحلوا للقبه لا بروفال يطلع ساعات بالفيلو كان هو يحب الفيلو حتى نهار توفى ويحب الفيلو ناكرو تاع الفيلو يطلع بالفيلو لكولون فارول وبارفوا ما يطلعش بالفيلو يحكم ترولي ولا كلونديستا يروح يقصر تما مع صحابه وكي باش يدخل مع العشيه علالو هذا
من الجيه صاحبوه ويدخلوا يجيبوه ياكومباني حتى للدار. واحد النهار من الجيه قال للماس قال له ما نقدرش ندخلك اليوم، عندي عرس، عندي اوبليغاسيون فاميليال. باريك للماس ما قبلش، زعف معاه، لا رولاسيون تاعهم ولات شويه طوندو، ما راحش عنده. راح يلعب في لوامير دار يوناني، حضره قالوا له كيفاش احسن وحنا نستناو فيك، قال لهم العام الجاي نولي، العام الجاي، ولكن ما يقدرش يعاود يولي الحضره. بعد موسم رائع في نادي اولمبي العناصر، انتقل حسن الماس الى نادي شباب الوزداد ليلعب اكثر من 10 سنوات في الشباب مع عده لاعبين رائعين على غرار عبروق، سالمي، كلام، وعاشور، ليتوج خلالها ب4 بطولات، 3 كؤوس للجمهورية و3 كؤوس مغاربية، في فريق سيطر على كرة القدم الجزائرية بالطول والعرض خلال سنوات الستينيات ولقب بالشباب الكبير. حسن كيلعب ذاك الماتش مع الأربعة إلى راتي واحد اون ديزان دو بوت، يلحق للقول ويضربها في السماء، الي طبريت قلت لك، يضربها في السماء تخرج مور لي بيت، تروح وين طابلو دباركاج هذاك في الفاوت، طابلو دباركاج. انا قلت له ما نعرف، هذا يقولوا له احمد الحسن الالماس. منين جا؟ قلت له جا مع عاشور من الوامر. بون، قال لي بالقوريه احمد زيته، قال لي با فالوار ك نحولوا هاد لي طابروت ونردوه هاك، والله راه هكذا قال لي كيف فالوار نتحدوا نردوه لو بلو غران جوار د لالجي. وكيما كان الحال راح يصير بي لي تيتر، قريب كل عام يدو تيتر، قريب كل عام، ونص تاع ليكيب تلعب في ليكيب ناسيونال، لا كوب مغربين ربحوها، كوب دالجيري ربحوها، الشامبيونات دالجيري ربحوها. بون الهضره بزاف، من بكري كانت قويه شويه، يقولوا سي ار بي لو كانوا يحقروا، نو كانوا لي ميور، كانت لا ميور ايكيب. تلعب لي زوتوماتيزم، تي لو سون، تي سون سون جو، تي لو كوني بار كور، اي مي كوني بار كور. ايسي سي جو دوا بارتير، سي دوا با بارتير، سي ولا ندي ولا ما نديش، ايسي ولا تدريب لي ولا ندريب. On se connaissait profondément, c'est-à-dire qui m'a dit par cas. On peut accepter ce terme de par cas. Il y avait des automatismes qui sont nés entre nous, on disait le même football. Oui, le match quand le CRB, quand. Où est-ce que je dis c'est vrai, le CRB est complet. Où est-ce que le match que le Rabbi fait l'arbitre était un Marocain. حسن الماس كي جا انا منا كان خميسه بو هلال منا وانا عمي ابراهيم جازولي لي ديسونس شو كيستات واحد تعرف كذب ابروك سليماني كي لحقت الماس واش قال لربيت ماروكا قال نسيو الماس كي جي عندي حسن الماس وحنا في الفوتبال يعرف انا الكابيتان يفك تكون قدامي لي با طالعين تريكو في كويسات وتقابلني وكي قبل ما تروح فك الدور نشوف النيميرو تاعك. حسن جالي بلي با حاطين وين خسرت ولا بيت ماروكا تني كوريكت قال له تطلع لي با دخل كويسه دار ما قبطان وكذا قلت وينك رايح؟ وانا شفت نيميرو 10 وندفعوا وما كذا قال لي حسن تمك اللي زعزعتني وربحنا في تروا. مو جو لافي في مو جو لافي جوي Une fois à Tiaret contre la GSM Tiaret, c'était un match de championnat banal. La GSMT était dans le mou du championnat, 8e, 9e, mais avec Krimou, avec Tahar Farhat, avec des grands joueurs. Au CRB, j'ai eu l'abfema. Ils lui ont mis un arrière qui s'appelait Oket, si je me souviens bien, mais Khalish Ibouji. Et à un donné, il y a un corner. كانوا يلعبوا فوق التراب سي بي سي بور براندر المومون ويلا لي الكورنير اللي تيري سي بي سي بور براندر كايو قبلت الكايو قاسو البالون جا عطاه ضربت الا الا فاي كاسي لا بار الكوتات كان كريمو يتي باتي كان كريمو على ليبوك غارديان دو تاج سي تي مي سا كونت اون انفون سا فو مارك كي الخوا ولا نعرف فهمت
ماشي واحد ما يزعف على اخو تنجم زعف عليه بدون منت هذاك سيغا مومون تقول ولا الاخر كاع ما كاينش بيناتنا حاجه ولا ربي شاهد يعني جسكا لا فان جسكا لا سيباراسيون اي بي تو لو ريست تو لي ديمانش ذاك الوقت سيتي ديمانش سيتي سبور و ميوزيك ليميسيون افيك ليلى ابو طالب Et puis les reporters, Hachmi Khantaz, Chérif Zerouala, etc. Donc on était à l'écoute, un dimanche après-midi, le transistor, Mais moi j'étais un fou furieux. Et je passais pour un harkil, parce que on était deux ou trois. D'ailleurs, les copains d'Imazaloumadadania, l'un de mes meilleurs amis, mon meilleur ami qui est à Paris, qui se m'habille, j'étais le CRB, il dit c'est incroyable, tout ce détour où l'équipe était. Il dit il y a que tu fais. Il dit كانوا قاعد ضدنا وحنا ضدهم حنا السيار بي برك على فيارا مار كما كنا نقولوا سيتي اون باسيون انا كناسو افيك عبرو كي بني ابري مي ماج سي لي بوك ناسو الله يرحمه حمد عرب حميتي على دروات على لي بوك يابي مذهبي على غوش يا كانوا يلعبوا دبليو في ان 3 2 5 وميليو عمار كي جوي على غوش بارفوا ميتي وميليو عمار اي جمعه رحمه ولا راك شنان على دروات لالماس كلام اتون سنتر زيتون اي اشور من بعد جا سلمي سلمي اللي يتي با لون 63 64 65 لي دوبري جام من بعد سلمي مي لعب واحد اسمه زيتون اللي تي جوي دون لاتاك ما تم ما جوي بوجنون اتسيتيرا دونك سا سا بو ماركا في كوا يا دي زيكيب كوم سا يقعدوا هنا ما يروحوش الالماس لعب عده مباريات مع المنتخب الوطني كما شارك في أول مباراة للجزائر المستقلة أمام المنتخب البلغاري الأولمبي يوم 6 جانفي من عام 1963 كما سجل أول هدف للخضر في منافسة رسمية ضمن كأس أمم إفريقيا عام 1968 أمام أوغندا في مباراة سجل فيها 3 أهداف كاملة ثم ختمها بهدف أمام مضيف الدورة إثيوبيا ليختار أفضل لاعب في الدورة رغم أن المنتخب الوطني أقصي من الدور الأول الألماس لعب مع الخضر 73 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وسجل هدفا تاريخيا أمام الحارس السوفيتي العملاق وحارس المرمى الوحيد الحائز على الكرة الذهبية لفرانس فوتبول ليفياشين وذلك خلال مباراة ودية في ملعب 20 أود انتهت بالتعادل بهدفين في كل شبكة يوم 4 نوفمبر من عام 1964 حسن الوسط ان باترون حسن لعبت معه في افريكي ناسيونال اما بوكو يدي حسن تيتيان افريكي ناسيونال حسن الماس سي لو سول جوار كسبت الجزائر ابري مخلوفيه ما يجي حسن الماس مع الماس هذا السول جوار واش نقول لك الفوتبول كوشي يلي فوتبالور لي يلعب معاه ويعرف الفوتبال الى يعطي بوكو بور ليكيب ناسيونال الله يرحمه ويسعد عليه سي ان غرو جوار ديروا ماتش يروحوا يلعبوا لا فيدراسيون اورغانيز قبل تلعب مع ليكيب دو فرانس بي لعبوا في سانت وان في باريس في سلاط تاع ريد سلار في وقت الشتاء لا بيرو تاع الشتاء وهما كانوا بريباريو يوجدوا ماتش مع المالي ولا مع لا غيني تاع لي زيمونطات تاع لا كوب دافريك الحال بارد لي جوار ما كانوش بيان بريباري كانوا دي بليسي كانوا الالماس حضر قال لهم يفو ميو الماتش هذا ما نلعبوهش ما جاش في وقته رانا رايحين مشاكل تما نروحوا نلعبوا مع فرنسا لادفيرسير اللي يلعبوا معاه في لا كوب دافريك سي با لا فرانس وتيران تما هذاك لو جيل هذاك باسكو بون لا فيدراسيون قالوا تروحوا تلعبوا وتسكتوا راحوا لعبوا خسروا 7 لا فيدراسيون سيسبونداو الالماس عام الله يرحمه ميلود هاتفيك هذا ومثليه سيسبونداوها عام ما لعبش ليكيب ناسيونال هو كان لاعب كبير يعرف كي قال ما نلعبوش هذيك المقابله كان عارف علاش لا بروف خدوا ب7 الناس ما تعرفش كره القدم وتجي تسير تحكم كره القدم وشكون اللي هضر هو وميلود هاتفي ربي يرحمه دو غران جوار مستوى عالمي اللي قالوا ما يفوميو ما نلعبوش خلو يمبوزيو لي معناتها هذاك لو ماتش امبوزاو دي جوار ولا الماس نحاوهم ليكيب قالو لو ديك المختار الشرقي قالو في لو دوزيام ماتش نلعب ليكيب تاعي انايا
ليكيب تاعي ماشي تاعو، تسمى لي جوار اللي هو يشوف فيهم بلي سي لي مور في لي بوست تاعهم. دار لاطاك تاع السير بي داك النهار مع لوغندا، دار لاطاك تاعو، دار الالماس الله يرحمه، عاشور الله يرحمه، كلام ربي يشفيه، وسلمي ربحوا لالجي، ربحت كات كاتا زيرو ولا كاتا الالماس ماركا 3 بيت، وكلام وقيله مختار ماركا بيت. لاطاك سيتي نو موجود على دروات حسن عاشو كلام حسن وعاشو سيتي لاطاك دو سيربي وميليو في جمعة غارديان بيت سيتي محمد عبروخ وخلاب سيدي علي عمار، وكان معنا انطرينا ذاك الوقت لموي الله يرحمه بحنا هم 14 وشيء ماركا ثلاثة مشيتي الوريجين دي 3 باس شيء احسن الى في ان غرو ماتش خو داير كونت لو غوندا انا لزا باتو 4-0 لاتاك ميترايت شكون هما لالماس كلام عاشور وسلمي لو غران شباب كوم توجور لا ايتي المير جوار وي خسرنا التوازيام ماتش مع ليتيوبي دونك الى ماركي لي 3 بوين لي بيت هو دوكا لالماس سا ريبيتاسيون اي لا ديفونسي خلاص ايتي كوني دون افريك C'est un joueur qui était connu dans l'Afrique, vous avez dit Djaoucha Fourga. Moi, je crois que c'est grâce à ces trois buts, en plus par rapport à tout ce qu'il vaut. Ils l'ont classé dans les meilleurs joueurs d'Afrique. Et c'est vrai, il fait partie des meilleurs joueurs d'Afrique. L'Éthiopie, quand ils ont Luciano, c'était le meilleur joueur du tournoi à l'Almas. L'Almas a joué deux matchs. وخرج مير زوار دي تورنا اكزيكو مع لوتشيانو يعني باش تشوف في منافسه قاريه لا بريمير كومبيتيسيون اوفيسيال تاع الجيري في لاكان سيتي تاع 68 لعب دو ماتش خرج مير زوار دي تورنا هو مع لوتشيانو تاع ليتوبي. بروز الالماس لم يمر مرور الكرام خلال تلك الحقبه وتلقى الاشاده داخليا كما وصلته عدة عروض من أجل الاحتراف خارج الوطن من كل من نادي مارسيليا، نادي تولوز، وأندرلخت البلجيكي، لكن الرئيس الراحل هو ريبو موديان رفض رحيله باعتباره رمزاً يحتذي به الشباب الجزائري، واستمرار لاعبه في الجزائر سيعطيهم الأمل في النجاح، وهو ما تقبله الألماس بصدر رحب. وذاك الوقت كان ممكن يروح في أي فريق في أوروبا يلعب بكل سهولة. زمان ما كنا ما كناش نقدروا نلعبوا خارج الوطن. Il était déjà l'emblème, le symbole de toute cette jeunesse post-indépendante après l'indépendance. Et c'était lui l'animation du football. C'était lui. En outre, كانوا لاعبين باش نتفاهموا. كانوا beaucoup de très bons joueurs. Mais lui il avait quelque chose de plus. Donc c'était l'animation dans le football. Au club, pour ceux qui aiment le Serbe, M. Bouffé, il y en a qui mettent la bouche du club, t'as dit je vous serbe. Mais l'Allemagne, c'était l'animation sportive fidèle que l'Ouest. Alors tu vois, tu animes tout un pays. Où est-ce que tu as l'Allemagne? Où est-ce que tu as l'Allemagne? Quand Mathieu Reis Boumdine, quand on a l'Europe, il a l'Allemagne. L'Allemagne, quand on a l'Europe. Mais Reis Boumdine, quand C'est un joueur que d'exception. Ou de Zéro Sakhato. Je me suis dit que 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 je Mais Boumedien pouvait passer, il pouvait ne pas demander à l'homme de l'argent. Il peut, quand il se concrète en plus. Donc, c'est vrai qu'il le voyait, c'est vrai. C'est vrai qu'il échoue. Quand il échoue l'argent, il y a un marocain, vous savez, le manoir, je faisais noir, je faisais le manoir, je me disais, merde, etc. Donc, c'est un, si tu veux, c'est un engagement politique, c'est un patriotique. Patriotique, ben, il y a un diazer, un gars de diazer, qui me fait blader. À un moment donné, les Brésiliens qui ont été en Europe, peu de marrages.
واش قال لهم هذاك الوقت البريزيدون؟ قال لهم بولي سي لو تريزور بريزيليان، ما يخرج من السنتر. احسن لالماس ثاني سايت اللي ما شافوش يلعب ما تقدرش تكلم عليه وما شفتوش يلعب. كان il avait une puissance, il avait une vision, il avait une frappe, un jeu de tête, كان complet. و en plus كانت عنده هذيك الحراره هذيك اللازمه باش يكون افضل لاعب. في 66 كان رايح لمارسي، الاولمبيك دو مارسي هذاك الوقت، كان جوزي بيسكوبلار، كانت ان غروند ايكيب، وهذيك طلبوا حسن كان راح يروح لمارسي، اون برانسيب كان راح لمارسي، سي تي اكي وكذا. جا الرئيس ما هذاك الوقت ما كانت ممنوع لكل واحد ما تخرج من تيريتوار ناسيونال، دار هذاك الوقت ما كانتش هذه لوتوريزاسيون تسورتي وكذا والدنيا، دونك ما كانوا يمدوها فريمون الحبيبات كما يقول لك. دونك مي اون كونتر بارتي واش طلب عطاولو، دونك سي بور سا كيلا ايتي ساتيسفي. يقول لك بون نخلي هادية، نخلي واش عطاوني دوك احسن ملي نروح لوروب. مي لو كان راح لوروب يلوري تي لون دي ميور جوار اوروبيان، او يلوري تي لون دي ميور جوار اوروبيان. شافوا في لو ستاج كي ديوري هنا واحد 4 جور في بن عكنون، شافوا في الماتش كادير فيرو دي غران اونترينور، شاف فيه دي كاليتي تاع جوار اللي يقدر. كي راح عاود ولا لفرنسا حكم تولوز وجا لهنايا، جا لهنايا كان ظان باللي بالسمعه تاعو يعاونوه باش يخرج لالماس. جا قعد هنا واحد 15 يوم وما قبلهمش، قال لهم لا كاين واحد، ماشي اون انيكدوت، كاين حاجه في لالماس. نهار حب يروح بومدين الله يرحمه، قال له قدام لي جوار تاع ليكيب ناسيونال كانوا معاه، قال له شوف، قالوا كاين زوج عباد بيان فاكون تاع الجيري، قالوا انت وانا، انا رئيس جمهوريه ما نقدرش نروح برا، قالوا انت فوتبولر ما تروحش برا. دوماج ما خرجش هو للخارج كانا، كون خرج هو للخارج كنا نشوفوا حسن الله ربي يرحمه حاجه اخرى. لكن قعد هنا مد الجزائر، دونك كلاعب ما عندي ما نقولك شخصيه كبيره، غراند كاليتي فوتباليستيك، هذا واش نجم نقول لك، الا دوني بور لالجيري بور لو شباب. في وقت بوم الدين ما يخليش لي جوار في المستوى هذا يروحوا، من بعد يا اخي من تما من بعد داروا قانون لازم 28 طون وكذا، وهي مام 28 طولة كاين دي جوار سبيسيالمون سارتان جوار ما يخليهمش يروحوا، ولهذا سي دوماج كنا نشوفوا احسن كانا وحاجه اخرى. الالماس كان يملك شخصية فذة داخل وخارج الملعب، لا يحب الخسارة حتى في المباريات الودية، وهو ما يشهد به منافسوه قبل زملائه، فليس من السهل أن يعترف لك منافسك المباشر بأفضليتك، لكن شخصيته المتفردة دفعت البعض لوصفه بالمتكبر. كونش يعرف الناس ما تنجمش تحكي معاه، يعني ما تنجمش تحكي معاه، لازم يكون اون كونفيونس، يكون عنده ثقة مع الجماعة اللي هو فيها، ومن بعد هذيك يكون يعرف الناس اللي تنجم تهضر معاه. وكاين بزاف الناس كيما هذوك، ولكن لما تعود تحكي مع الالماس تشبع، يعني كرة قدم أو حتى النظرية تاعو كيفاش يصيروا الأمور تاع العادية في النهار، يعني الالماس قاموس كرة القدم وقاموس في لا في دو تو لي جور. هو يحشم على بالك، يحشم وعنده ان بيتي كومبلكس هذاك تاع ما يحبش يتصر بزاف، وما يحبش اللي طاليكار كيما نقولوا حنايا. هو علمش عنده، شوف هو عنده لونفيرونمون تاعو في ليكيب ناسيونال، عنده حبابه، كاينين حبابه على بالك، هو شامبيون في الدومين، طري فور في الدومين، طري فور، يقابل سريدي
وكان مختار كلام كيتقابلوا في الدومين على بالك. دونك عنده لونفيرونمون تاعو هو باين، عنده كي نكونوا في ليكيب ناتيونال باينين شكون الحباب. حسن ميجيل علي كان يحترم الماس بالبزاف بالبزاف، داير الماس نهار دار الاكسيدون هذاك تاعو فاسكولار، البرومي اللي كي ايتي انفورمي سي هو جيلالي سلمي. اوه بيان سور سي با باسكو إلي فوتبولور لو طون دان ماتش. سي ان فوتبولور لو طون دان انترينمون، لو طون دان ماتش. ابخي سي ان اتر هومان يا رب العالمين، سي ان اتر هومان نورمال. سي ان اتر هومان يفي كيما انت وانايا وكاع، كل واحد بحياته، كل واحد بالمعاملة تاعو كاع. اوني جوار لو طون دان ماتش، لو طون دي زونترينمون. مي لو غاست ما تقعد مع كان كنا من الديفو سي فري سيركان الى سون كاركتير انا كي سون ترانكيل بالك هو اي سي فري كي لا اي با تي ا لامبريسيون كي ني با ابوردابل سي تي لامبريسيون انا نقول لك مي ولا قعد سمعوا قبل ما تاخذ عليه افون دو لو كونداني ما تنجي باش كونداني هم با تي ديكوفر كاسكو سي سيت بيرسون انفيرونسي هكذا وهكذا كي جا مالا باش يخلعوا دفعوا شويه واسمه عمروس هو كان ريال دروا انا ميليو تيرا دروا اسمه انا اللي قريب ليه يشكي ليا يا عمرك شوف واش قال لي قلت واش قال لك قال لي ويحلف فيا رحت جاز حسن قدامي هكذاك قلت حسن خلينا تراكي عند في الدراري كدي وانت واش دخلك قلت له يلعب معايا قلت له ما تضربوش يرحم بابك قلت له لا تضربوا تحصل فيا قلت له اختي قال لي خلاص ما لا انا اختيته جاتي البالا وديسبيتيتها معاه ضربني واحد كو دي بول رحت نزرزح واحد 30 متر باسكو على بالك اسمه الصا تاع بولوغين فيه شغل حجر صوار كي تتكرط تقرط هكذايا تنوض كاع الدم قال لي هكذا تحب الله يرحمه حسن قالوا خليو حسن يدخل انا وزمام باسكو زمام قال صاحبه دخلنا الاخر ما كانش يقبل الناس هو شو نقول لك ما يحبش هذيك تاع ما يعرف واش يسوى هو حسن الرمس شو نقول لك يكرم كل واحد يقادر كل واحد بصح يا دي ليميت كي يقول لك لا 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 حسن الرمس كي يقول لك لا لا ما نستقبلكش ما شكيتش انا عرفته الصح كان عندي شرف قصرت معاه شحال مخطره في كسواسوس في الصالون ديالو ولا في دارو ولا كان عندي هاد الشرف قصرت معاه صح عنده اون غروند بيرسوناليت تري فورت بيرسوناليت عنده مواقف لي برانسيب اللي يشوفو هكذايا يقول لك هذا ميشون ولا مي انا واش شفت فيه غير الخير عنده مواقف عنده شخصيه صح ما يرجعش اللور ماشي بوريان يتشرى ولا لا بروف كانوا يحلوا فيه باش يسواني في الخارج الا رفوزي جاوا شخصيات وكذا والا رفوزي عنده مواقف دينا من عنده لو كوتي شخصيه دينا لو كوتي امبوزون سادير قيم روحك يقيموك الناس دير قدر روحك يقدروك الناس هو كان يمشي هكذايا ولكن هو اللي كان ما يقدروش هو ثاني ما يقدروش هو عنده ان برينسيپ كيما نقولوا حنايا من باب رجله مي رجله دون بون سونس فهمتني سعيد علي كان يلعب في ليسما كان عنده مونترينور حميد بلامين الله يرحمه اللي اسمه كان حميد بلامين جاو يلعبوا مع السي ار بي لافي يديروا لا ريونيو تكنيك تاعهم بكري لافي اي حميد بلامين قال لهم الله يرحمه قال لهم درك البرومي بروبليم سي شكون يروحوا ماركاج تاع الماس شكون يحكم الماس عبد القادر السعدي نحيوه ربي يطول في عمره اونسيان جوار تاع ليسما ومن البيان كادر قال الحميد بلامين المدرب تاعو قال له يا شيخ
قالوا عفيني ما نماركيش الالماس ما نتبعوش. قالوا على ما تماركيش؟ قالوا هكذاك مانيش حاب نماركيه. واعر قالوا واعر في اللعب وكاع قالوا جو بريفير لا لا. دار عند سعيد علي قالوا سعيد تروح انت الماركاج تاع الالماس؟ قالوا ايه. بداو يلعبوا في اون اكسيون هكذايا ولا الماس بون ما درش حاجه قصاب هو يماركي فيه ولا في اون اكسيون يا يو ان كونتاكت خزر فيه هكذايا. قالوا لعب بلعب قالوا بركا ما درنا المشاكل هذو. بعد زادوا دقائق من بعد اون اوتر اكسيون زاد سعيد عليق في ان كونتاكت مع الالماس. دار عنده قالوا سعيد بالقبيليه هضروا بالقبيليه قالوا شوف قالوا روح ما تدورش في جيتي قالوا سينو ما تكملش الماتش. طلعت لدارو قال علاش جيت؟ قلت له يا حسن انت ماشي كيما الخويا عندك ابروك ولا كاع سهل بيك انت نجي نعرضك. قال لي بلا هنا قريت اسمي وجا جا كويسي قال لي ما يجيش. وش عليه ما يجيش حتى دخل اختي شوف جا مع الصاد جاو مع الصاد دخلوا باسكو لعبت مع افريكي مع سونار ونعرف انا احسن ولعبت كونتر علي فيها كونتر لي كلوب انا كنت كابيتان تاع المولوديا صافي ما تقدرش احنا كاع كنا شخور صحاب. جاهم شخص من السفاره راح عند ليكيب لافي قال لهم جماعه غدوه رايحين تلعبوا كونت ايثيوبي. قال لهم يجي النيغوس هذاك لومبرور اي لي سيلاسي هما كان عندهم امبرور نيغوس هذا. قالوا كي يجي لازم لكم تنحنيو. الالماس كان قول الله يرحمه لو بورت بارول تاع لي جوار. قال له احنا ما نقدرش نحانيو الشخص نحانيو الشخص الواحد برك استغفر الله يا ربي نحانيو الواحد برك ربي سبحانه. هذاك عاود ريبركوتا لا بوزيسيون تاع لي جوار لهنايا لحقت يقولوا حتى بومدين رئيس الجمهورية قالوا ودي غدوة مع ليتيوبي واللي جوار تاعنا بارامون ما مش حابين ينحنيو عند الاخر. بومدين قال لهم شوفوا عندنا سفارة تما ولكن عندنا سفارة راهم رايحين يلعبوا هما اللي ديسيديو الا ما حبوش ينحنيو ما ينحنيوش ما نقدروش نحتموا عليهم عقيدة تاعهم. اه وكما كان الحال ما نحنوش لهذاك لومبرور اي سيلاسي نيغوس وين تحرم كان هذا يبدا يشوف فيك يحبط راسو حبط خمس معاك خمس مي توا تي بو با تابي سي سي با نو سي با دون نو دون نوتر دون نوتر كولتور دون نو فالور سي فري سا. انا ما تروحوش راك باسكو هو كان كابيتان ديكيب و افي بلوس دو ريلاسيون مع لو دوك و كولونيل زرغيني قال لك حنا واش نروحو نديرو حنا غينا فيغ نو جوي فوتبول هو سيتي ان امبيرور في هذاك الوقت سي سا سي باسي ان 68. الور واحد ان مومون دوني البالون خرج لاتوش يا بي لاتوش هكذا بيان بي دو موند جوست ديغيغ لو غرياج لاتوش هكذا رحت نجيب البالون خرج لي واحد بالقنور هذاك تاع التيارات بالقنور وخرج لي واحد القلبوز هكذا تاع نتاع شغل اون بال دو بيسبول هكذا خرج لي الاخر باش يضربني هكذا جي بور جي ركولي. من بعد حسن قال لي حسن قلت له هذه رجله تاعك قلت له اسمع حسن والله خفت شوف راح شوف واش خرج لي ومن بعد قول لي. البعض كان يتهم الشباب الكبير بقيادة الألماس بالضغط على منافسيه واستعمال أمور بعيدة عن الروح الرياضية من أجل تحقيق الانتصارات والألقاب المتتالية، فما صحة ذلك من عدمه؟ حسن ما يخافش حسن حسن يدار مع روحه كما قال لي سلمي يدار مع روحه حسن اللي في كومسا اللي دور اللي يقول قاع يخافوا منه يقول لك واحد سكان تاع عميرات سكان تاع وعميرات تاع قال ما بسدو الاخر على رجله اي بصح هو قال اخو كي تلعب مع سيربي شكون تحوس؟ تحوس على الالماس خلي يقولوا على روحهم يا اخي تاريخ او يشد لا ندخلوا بالتيره بالكوابس قول لي
لا الا جيبوا تاع السيربي يدخلوا بالتيره يدخلوا بالكوابس. قال هام يلعبوا بالكوابس وهم يدخلوا كنت نسر بالون نطير عليه. وانت تدخلكم في بالكم هذا الشيء؟ كاين اربيتراج والكوابس يخليهم في البيستير. لا هذه ما كاش منها. لعبنا في لعبنا في بلا غروند ايكيب وهما لعبنا ولعبوا بلا غروند ايكيب في الفاوت ويليمينا هنا هما ملا كوب كار دو فينال تاع لا كوب دالجيري وكذا والدنيا ولا غروند ايكيب تاعهم مي ما كاش منها. سي فري كانوا كيما كانوا نورمال شغل واش نقول لك شغل لي ديريجون تاعنا يشحنوا كانوا على بالك متفاهمين خاطر كانوا هما دي زونسيا مجاهدين كان في عمر هذا كاين خميسه كاين برواقيه هدايا كانت وفي المولوديه كيف كيف كانوا كانت ريفاليتي هما مجاهدين وهادو داروا الثوره وهادو داروا الثوره دونك على بالك دونك في التيران في التيران كيف كيف في التيران كيف كيف يقول لك راهم من لابوليس وكذا يحق لا ما كاش منها ما يدخلوش بالكوابس ما سي با فري هذه مشكل لو كرون شباب كان لو كرون شباب سيتي دو كرون جوار issu d'une bonne famille. Femme kibash, ga les joueurs ta CRB, c'était de bonne famille, ga familia. Ma andnach machakil hna, chkon kan tmcha bel kabous. Ana ala kol hal ki lab't ma'a, wala ki lab't contre ali. Jamais shft wahed kharjom l'arbit fi zouj parce que darbou la haja, wala parce que darbou l'almas wala. Igous li deko, darbi yakhod. Yakhod parce que kan sahih. مي باش يضرب واحد ميشامو هكذا الله يرحمه انا جامي ما جامي كان حقا في التيران الالماس اي سيمبوزي في التيران انا عمري نشبه لي ماتش ديالو جامي شي ضرب واحد ولا حقر واحد ولا سي دي زاكسيدون كي اريف في الستاد عفسو ولا صاريف هادو ما ولكن ما كانش يحقر ما نضمش الفتره انا اللي عشتها معاه ما شفتو حقا واحد ما شفتو ظلم واحد ما شفتو سرق واحد او كونترير والله العظيم غير انسان مؤمن انسان متخلق شخصيه قويه كي نقول لك قويه يعني باش نعاود نرجع لك يعني ما يخص شباب الوزداد ما يحبش يدخل روحو ني دو بخي ني دو لوان شباب الواز زيد على ذلك يعني تلمو يحب شباب الوزداد. انا كان عندي ان كونفلي على ليبوك مع ان بريزيدون ما يبان هو دار لنا فطور في وحده في واحد المطعم تاع الحوت قال لي لازم تجيني. قلت له علاش عمي حسين؟ قال لي باش تتلاقى مع الاخر. قلت له يا ودي عمي حسين وكذا. قال لي نقول لك على ما تنجمش ترفض له طالب عمك احسن على ما تلاقينا مع هذاك الرئيس تاع شباب الوزداد هذاك. تلاقينا وكيما يقولوا سامحنا جي لو اون بيوغرافي اللي تكتبت ياك يا دو تروا زون جورناليست دو الوطن بيننا فوالا il ne ressort pas spécialement de cette biographie que l'Almas fut un joueur dur, difficile, non, humainement, hein, c'est-à-dire dans le civil. J'ai pas gardé cette idée. Bon, en tout cas, la dimension de l'Almas sur un terrain, nécessairement, il a du poids, il a une personnalité telle que ça ne veut pas dire qu'il est intrinsèquement mauvais ou méchant. الألماس كان شخصا آخر خارج الملاعب حيث يشهد له المقربون منه بفعل الخير بمختلف الطرق وكان يرفض أن يروي أو يعرف الناس ما يقوم به كما حج بيت الله عدة مرات وحدث أن ذهب للبقاع المقدسة برا كني روح الحج بالطوموبيل دار واحد على حساب الناس اللي معاه اللي راحوا معاه كان يروح منا حتى للحج كنت عنده 405 وقيلة ولا 406 ولا بيزو يدي معاه زوج ولا ثلاثة صحابه الله يرحمه ويروح للحج راح واحد دو فوا ولا ترو فوا بالطوموبيل يروح للحج بالطوموبيل راح يعاود يولي الحالة الاجتماعية تاع الناس هذو كانت مزرية وعمي حسن شاف واحد الجهة واحد الوالي
اللي كتر خيره دار له الوجه وسكن هذه العائله وسطوا هذه العائله دار لهم سيربيز. هو كان ما كان جاو شكاو لعمي حسين قالوا لي يا ودي انا بدون سكن. هو مسكين دار الواجب دار الواجب فيزافي هذه العائله والحمد لله ربي وفقه وسطوا هذه العائله. ردة الفتاة إليها كانت يعني واش نقول لك يعني من الله سيربيز هذو كان الفرحة ما لا توصف. العائلة هذو مساكن كان يعنقوا في عمي حسين ويدعوا له صباح شيا ميم أنا يعني شفت كيما يقولوا هو الفرحة تاعو كيف فرح العائلة هذه الفرحة تاعو الفرحة تاع عمي حسين لما العائلة هذه كانت فرحانة ويوصلوا وسطها كانت الفرحة تاع عمي حسين لا توصف. صافي من الفرحة اللي سطر هذه العائلة ثم الفرحة كانت أكثر من تاع العائلة. كي خلاص لونطري ما رحت أنا ليه لحسن الله يرحمه. قلت له يا حسن شوف أنت يا الولد هذا الولد هذا قلت له كر ما يشبعش الخبز. بتاكل الولد تعيط عليه العياط هذاك وكذا وهذاك. قلت له روح يخرج من البيستير من الناتوش وتشوف حالته بالكلاكات. لا 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 ما حقش تعيط عليها هكذا هكذا. لا لنا كلي ضربته بمسيطة. هو جاء الولد خرج من الولد ورا حكمه سلم عليه نبدو داه معاه الكراسة وداه راح داه معاه راح شرى له حوايج شرى له صباط شرى له كذا شرى له كذا ومد له دراهم وجا لي أنا كنت سرب تاع سيربي جا ليا قال لي الحاج قال لي تمدوني ونسى مديت لي قرش قال لي انا تاني كنت ما نشبعش قرشي انا تاني كذا الحاصل يعني باش تشوف الانسان اللي حنين القلب يعاون كاين دي فام يعاون بصح بصح علاش قلت لك كلش في كلش يشد في قلبي قلت ما عندوش هذيك تاع انا كذا وانا كذا وما خطيها خاطيه ديسكري يعاون با مال دو جون عاون با مال جاب لهم كاين اللي جاب لهم دي زابارتمون كاين اللي جاب لهم الحق ولا بور سا كاين اللي دخلهم الخدمه اه لا لا كان يعاون الحق ولا ايه اللي هو كريم قلت لك هو كريم الى بون كور على بالك عنده ان كور اونور مي كي تلحق في الفوتبال سي اوتر شوز في التيران سي اوتر شوز مي اون دور دو تيران قلت لك إلي فورميداب إلي اكسترا اوردينار كامل يعني عارف باللي عاون كثير من اللاعبين القدامى تاع لا جينيراسيون ديالو يعني ماشي غير في الجزائر في العاصمه خارج العاصمه في قسنطينه وهران عنابه عاونهم كثير والناس كانت بدون شغل خاصه هذاك الوقت كان الشغل ما كانش موجود ولكن عاونهم كان يعاونهم في السكن كل واحد باش يقدر يعاونو ونضر نظن بلي هاد الناس يقدروا يديروا دي تيمونياج ويشهدوا على هاد الشيء هذا. Moi je l'ai vu, payer des moutons dans l'aide, je l'ai vu الزواليه كي نقولوا له حسن لازمنا نعاونو عبروق عبروق par exemple عبروق avait perdu son père رحنا كاع دفينا نتاع بابا في ديار المحسول كي دخلنا قلب لحبس توت لا فامي يرقدوا سير حصيره هكا ني ما بلي والو مساكن والو ايبا فينالمون قال حسن يسمى محمد يسمى نعاونو هكذا شفنا لي ديريجون درنا ريونيون قلنا لهم ايلي دو ديفوار دو ليدي شبيكم هذا تخليوه هكذا قالك حنا ما على بالناش هو ما يهدرش محمد على كل حال انسان يحشم وانسان وليد فاميليا finalement des trucs comme ça sociaux ça n'existait qu'au CRB moi j'ai pas vu d'autres clubs le faire حسن شوف حسن ليروح له ليروح له الله يرحمه في افضل حق ما كاش اللي ما عاونوش انا نقول لك ما كاش اللي ما عاونوش ما يقدرش تقدر على حسن حسن كان متواضع ويعاون الناس ما قال البوست اللي كان عنده هو متواضع أنا ما عارفوش أنا مخلط وكليت معاه رقد في كيما صونا ولعبوا نا سي نورمال الناس ما تعرفكش. يافي البريزيدون لا ريبوبليك كانت إلي تي مالاد وراحوا شافوا الجماعة بريزيدون لا ريبوبليك بعث له شاك إلي أنفوي أن شاك قال لهم نو ميرسي جون فو با مدوا القلالين ولا والله إلا غوفيز إلا غوفيز
l'Almas, c'est un gars qui disant, il était fier, il avait inimaginable. Hein. فقيد كرة القدم الجزائرية ينفرد بعدة أرقام قياسية، فهو أفضل هداف في تاريخ الدوري الجزائري بتسجيله 150 هدفا، كما يعتبر هدافا لنهائيات كأس الجمهورية بتوقيعه لستة أهداف كاملة ضمن ثلاثة نهائيات. وعدة خبراء صحفيين مختصين ولاعبين اختاروه الأفضل عبر تاريخ كرة القدم الجزائرية. لي أنا لو مور جوار دو تو لي طون سي لالماس، ولكن ما نقولش الناس امنوني، انا نقول بلي سي لو مور جوار دو تو لي طون هنا اون ارجيري دو موان في لو طون هذا اللي فات حتى لهنايا. ولكن كل واحد حر يحب ان جوار يعجبو يقول هذاك سي لو مور. كانوا لي جوار تاعنا تاع ليكيب فلان، وكانوا هو سايتي كان يكون سيتي الحق لان دي ميل جوار اون اوروبي. كاش كيما دوك تشوف زيدان وهادو لاكليك هادو ما كامل اللي جازو كاحسن روعه. Il était intelligent dans son jeu, il était un grand footballeur, il était déjà, je pense, hein, par rapport à toute sa génération, il était au-dessus dans son intelligence de jeu. C'est un joueur très complet qui avait les possibilités de marquer sur n'importe quelle position. Il marquait balance, les deux pieds, il dribble, il rentre le ballon, il avait des capacités de faire quelque chose. C'est pour ça que c'était ça la différence entre nous et bzaf laamin lima. Les beaux jours ils étaient au CRB, ou quelqu'un de dernier, en Europe. Mais ça. ما كاش جوار عاود لك قلت لك في الاخر لاركي يقول كايطا يقول انت ميور جوار دافريك، قالوا نو سي سو مسيو لالماس. لالماس اللي كوني مونديالمون. الماتش تاع الاميكال بين المولوديه والسيربي في بولوغين، يقولوا ماتش اميكال يبداو يحبوا يطيحوا له المعنويات تاعو، هو ما لعبش كان في لاتريبيون، يقولوا هذاك النهار الحق من الخارج هبط للسيركل ما صاب حتى واحد اللي جوار صحابه ولا الديريجون، قالوا وراهم قالوا روحوا البولوغين عندهم ماتش اميكال مع المولوديا. راح البولوغين المولوديا قال لك انا رابحين 2-0، وكي قعد في لاتريبيون بداو يعايروا. هو هبط قال لونترينور دخل قال له اعطيني نلعب ندخل في الماتش. دخل في الماتش بداو يعيطوا بور لو ديمينيي بسيكولوجيكمون، يقولوا الكبش بيلي باسكو يضرب لي بال براسو يعيطوا. دخل تما كي بداو يحبوا يديمينيوه يماركي ويخزر فيهم يخزر. هذاك الماتش سي ار بي دارت عليهم ربحتهم. لي كوازي دي جوار ان الجيري دو تري تري بون جوار ا ليبوك. Joueur qui m'a senti, j'en ai pas vu. D'ailleurs, lui a été en Algérie le meilleur technicien de tous les temps en Algérie. Ah ouais. Nous avons quelqu'un qui aime bien jouer et qui aime bien. Mais il prenait le match au sérieux. Quand des matchs où nous venons de jouer, un autre scan, Allah yarhamou. كنا نحبوا نطاكينيوه، يقول لي كي نقدر نماركي ديبيت نماركي ديبيت، مانيش نلعبوا هنايا، سما شغل خدمة، أي ما لا إله إلا محمد رسول الله، وإلى صوف دو بيت، كيفاش يدير، كيفاش يجيب البالون، منين يجيبو، كيفاش يصوتي، كيفاش، ما تحاولش تفهم. سي لو مير جوار ألجيريان دو تو لي طون. Depuis 62-63, fin de carrière, il prend des décisions qui m'aiment. Il prend des décisions, c'est un footballeur de classe internationale. Voilà.
مونديال كاع كل لعب في الاوروب سيتي ان دي ميور جوار اكسبسيونيل اكسبسيونيل باسكو ليماجيناسيون تخدم نو ان تري تري غران جوار بروبابلمون لو ميور دو تو لي تام بور لالجيري Bon, ah ben, mais ça, j'aurais voulu assister, mais c'est certain, c'est clair, c'était un chef, un patron. Un grand, les grands numéros 10 dans l'histoire du football, le Darouk, ben, c'est des leaders, c'est nécessairement des leaders. Et très, très souvent, les grands footballeurs, les grands sportifs de façon générale, c'est des gens qui en ont dans la tête quand ils ont sans croix. C'est pas une légende. Hassan Almaz, ورغم كل ما قدمه لشباب الوزداد خاصة وللكرة الجزائرية عموما. لم يرد له الجميل كما ينبغي وتم تجاهله بالمرة بعد اعتزاله رجل لم تستفد منه الجزائر كما يجب ولم تنهل من تجربته الكبيرة على رقعة اللعب كما عانى كثيرا أيام مرضه رحمة الله عليه ماذا المرض للأسف اللي يعني ما نجمش يكمل الحياة تاعو الطبيعية من بعد ما جاه دير لافيسي هذاك وعانى كثير على كل حال عانى كثير عاشوا بهذ الحرقة اللي ما عطاهمش القدر اللي كانوا يستاهلوه سي بور سا هذيك لا جينيراسيون لا بليبار فيهم ما يحبوش يهضروا يقول لك كي كنا خلصنا لا كارير واحد ما شافينا ما جيتوش عندنا اليوم روحوا لتاو حاجه اخرى الالماس في بارتي من هذوك اللي جوار تاع هذيك لا جينيراسيون اللي ما كانوش يحبوا يهضروا مع الصحافه ماشي يكرهوا الصحافه لكن يقول لك حنا في وقتنا وكي خلصنا نكرتونا حوستوا على دوطر جون دوطر جوار خلونا ترونكيل بصح تشوفوا قلت لي كيفاش كمل حياته الناس والله العظيم تقعد لك شغل نقطه استفهام كيفاش لو انسان كيما هذا كان كنا على بالنا بلي كان مريض و ايه لافي سي والله مي هو الى توجور لوتي كونتر سا والشخصيه نتاعو ما كانش يحب لي واحد كان لا في اون تري تري فورت بيرسوناليتي الله يرحمه لافي سي ويعني شفتوا الوضعيه نتاعو اللي فوق اون شاز رولونت احنا دي مكاتب الله على كل حال ما تمنيناش واحد حسن الماس كيما هذا اللي كان كي كان كي يوقف الناس يخافوا ما يهضروش ولا في اون شاز رولونت ابوندوني انا هذيك ليماج ما نحبش نشوفها باسكو صافي مالو كور ان كا كي دوني بوكو او فوتبول الجيريان او بي با مال دي شوز هكذاك قاعد مسكين وحده في دار c'est une fin vraiment un peu douloureuse et ça fait mal au cœur. من شاف انا شغل مقيوس من حاجه شيء ما الو كاين بزاف ميم سلطات كانوا يحبوا يجوا باش يطلعوا عليه هو ما كانش يقول لهم نيات ما كان يستقبل حتى واحد هذه يعني نقولها لك وانا كنت معاك شحال واحد حب يجي يقول لهم ابا الاصدقاء تاعو شغل لي انتيم حسن ما سيدي دو تروا فوا ماشي تروا فوا تاع لا فيدراسيون انا شاب كنت قاعد اللي بغي قال لهم حصل معك وسيم حصل ما تظن تروا فوا وين ذا الفوتبول هو بباح تاع عشاء تروا فوا حصل لا بهم ما داخل ما حكم قال لي دي جينور ما كيفاش حسن ان با ريسبكتي سكي لا في بول الجيري حسن الماس تروا فوا تروا فوا في الفوت ان تورنوا افيك دو غران كلوب الجيريان ولا السي ار بي فيها دو توت فاسون سي السي ار بي كي اورغانيز ان كلوب افريكان ان كلوب اوروبيان اي بوركوا با ان كلوب لاتينو امريكان بريزيليان بار اكزومبل سا سري فورميدابل انا نخدم لها باه نديروها ان غران كلوب اي لا اون بوري لابلي لو تورنوا حسن الماس لا سا سري فريمون ان بيل اوماج ا لو روندر بي اون با بيرينيزي سو تورنوا أسطورة كرة القدم الجزائرية كان يتفادى الأضواء ويفضل البقاء في الظل لكنه اختار الحضور إلى حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب جزائري الذي تنظمه الهداف أين قدمت له الكرة الذهبية لأفضل لاعب جزائري لكل الأوقات في الحفل الذي أقيم عام 2013 Et c'est tout le monde qui se lève pour Hassan Almaz. On applaudit cette grande figure du football algérien. Je peux vous dire que c'est un moment magique que nous vivons ensemble, mesdames, messieurs, puisque Hassan Almaz, on ne l'a plus vu depuis
plus de 20 ans ou même plus à la télévision nationale. Une grande figure du football national qui a marqué de son empreinte le football. Et regardez quelle émotion! Quelle émotion ce soir, Hassan Lalmas est avec nous. هذه الأسماء التي تشهد لها الذاكرة الجزائرية وكم هي تصفيقاتكم كبيرة على هذه الشخصية الرياضية. Des meilleurs buteurs du championnat d'Algérie, on se souvient même plus du nombre de buts qu'a inscrit Hassan Lalmas. On appelle Omar Batrouni à remettre ce ballon à Hassan Lalmas. C'est un moment magique. والله شوف هو تحكي تتكلم مع تقول له لي ميديا ما يحوسوا عليك ولا ما يحبش يجاوبك يوصل لك هكذا مسكين هو كان شغل كان ما يمسى يقول لك نيت باغ كونتر كلمني خطر المدير العام تاع قناه الهداف سي نبيل عمار والح عليا قال لي سيل تبلي عندنا حبينا نديروا بالون دو تاع اساطير كره القدم وهذه الخطره خيرنا شغل عمي حسن الالماس قلت له والله واش تحب نقول لك نسيي كيفاش نقنعه رحت للمنزل تاعو شربنا قهوه كوم دابيتود نقصو انا نقصر ما وبشويه الحلو قلت له فوالا عمي حسن وكاين واحد القناه تاع الهداف سبورتيف هكا تعرفها وحابين يكرموا قال لي لا وكذا قلت له عمي حسن هذه كذا انت لازم تخرج منا لازم تخرج من المنزل لازم تشوف الناس لازم تتلاقى مع الناس لازم تعاود كيما يقولوا تولي الحياه الطبيعيه باسكو هو كان غلق على نفسه شويه والحمد لله يعني بالسيف باش قنعته ودينا الحفل اللي داوه القناه هذيك وكرموا كانوا ثاني خرج فرحان وعجبوا الحال ومن بعد قال لي بارك الله فيك خرجتني وشفنا شغل شاف الناس اللي عنده بزاف ما شافهمش هذه هي كلمني عدوان تاع الهداف اليبوك قال لي فوالا حبينا نديروا انيفيرسير وانا نسيت لانيفيرسير تاع عمي حسن انا واحد نسيتها قال لي ودي لانيفيرسير تاع عمي حسن لازم نديروها له قلت له عمي حسن ندير له لانيفيرسير ماشي سهله يبا والله جبنا نقنعوه وجات دايو قناه الهداف للمنزل واستقبلنا وحبنا بينا ودينا لانيفيرسير اللي تي فريمون تري تري كونتون على بالك شغل قليل وين شفت عشت مع عمي حسن وكان فرحان بزاف يعني هذيك يعني الاوكازيون نشكر يعني القناه على ليبوك اللي جاو وداو لو جيست هذا اللي عم اللي فرح باسكو حاجه تفرح شخص ماشي الانسان هي لا غاردي دي بون سوفينير على الهداف وكان يحترمهم بزاف وغير نقول له الهداف يغزر فيه هكذا صافي يقول لي تاكش ما عندك علاقه معاه انصار شباب الوزداد لم ينسوا اسطورتهم المفضله وقصته تواترت عندهم أبا عن جد فرغم أن أغلبيتهم لم يشاهدوا الألماس يلعب إلا أنهم خلدوا ذكراه بأغنية كما خصص له تيفو جميل عام 2018 كان يبادر له فيه وكان غير عنده غير على شباب الوزداد سيوتو لما شباب الوزداد يكون يتخبط على السقوط ولا يكون عنده مشاكل هنا وين تلقى الانسان المخلص والانسان اللي عنده غير على الفريق والانسان اللي يحب الفريق فهمت ماشي كي كما يكون شباب الوزداد في اعلى هرم الناس هنا كاع حنا كما يقولوا انا نعرف عمي حسن كان يدقدق